عزيزتي، لا تكوني عنيدة، ابقي في صفك، فلا يمكنك ترك الطلاب دون معلم. وإن تغيب أحد الطلاب تواصلي مع أهله وهم يتصرفون. لما أنت قلقة لهذه الدرجة؟ خذي بنصيحتي. ماذا لو كان الوالد مهملاً؟ لو أن والده جيد لما قلقت. هل أدخل؟ أهلاً معلمتي، أتيت لأخذ واجبات الطلاب. اسمعي، رجاءً قولي للطلاب أن يقوموا بتصحيح لأنفسهم، أنا لدي عمل مهم، اضبط الصف. حسناً، سأقوم بهذا. لما لست في المنزل؟ أين أنت؟ هل أنت في منزلي؟ لا تغادري، لدي بعض الأسئلة لك. سأنتظرك. أنا في طريقي إليك. أوكي، سأراك. اجلس. هي أوسكار، انظر إلي، لا أريد مصافحتك، لن أسامحك. أخبرني، لما عضدت ووتشينغ؟ فلتجبني. لا أحتاج لأن تحميني منه، كان يمزح معي، وعليك أن تعتاد على المزاح. سأقول ذلك مرة أخرى، لا تفتعل المشاكل، كن مثلي. إن عضدت أحدهم مرة ثانية سأضربك. هيا. ماذا تفعلين بحقائبي؟ لما أنت هنا؟ كيف دخلت للمنزل؟ لقد حزمت لك جميع أمتعتك تقريبا، تحقق منها. ومن سمح لك بلمس أغراضي؟ ووتشينغ للأسف طيب جدا. أتعرف لما فصل من عمله؟ لأنه تعاطف مع فتى بمثل عمرك كان قد كسر ساقه وكان سيخسرها لو لم يتلقى العلاج، فتجاهل وو القوانين ونقله على متن طائرته. لم يشكره أحد، بالعكس بل عوقب، وبعد كل هذا تظهر أنت. ماذا؟ هذه مسألة عائلية بيننا، وما علاقتك بالأمر؟ أنت لا تعيشين هنا حتى. انظر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنك لست ابنه. أعطني مفتاحك. ووتشينغ، أريد أن أتحدث معك. ليس هنا، لا يريد مناقشة هذا معك. منذ أن غادرت والدتك لم يحظوا بعلاقة جدية، والآن ظهرت أنت، ماذا تريد منه؟ لا تقارني نفسك بأمي رجاء، لا علاقة لها بما يجري. أنا لا أقارن نفسي بوالدتك، فبعد طلاقها تزوجت وبدأت حياة زوجية جديدة، فلما لا يستطيع هو أن يفعل مثلها؟
كيف سيبدأ حياة جديدة وليس هنالك فتاة في حياته فهو لا يحبك؟ اتركيه ولا تفكري بالأمر. وماذا تعرف عن العلاقات؟ قد يكون ووتشينغ أكبر مني ولكن روحه شابة، وهو بحاجة لشخص مثلي ليكون معه ويعتني به. أنا أحبه فقط وأريد أن أبذل ما في وسعي لأراه سعيداً. هو يحتاج لامرأة تحبه وتفهمه. أخبريه هو. لا أهتم لهذا الموضوع، سأغادر. اسمعني جيداً، لا تتشاجر مع الفتى عندما تعود. منذ أن أتى والمشاكل تلاحقني. لا تلومه، فهو في 16 فحسب، إنه فتى جيد. حسناً، لقد أخذت اللقاح، لذا لا تأكل الطعام الحار ولا تشرب ولا تدخن. سأطلب من الكلب عضك لتجرب. اعتبرها هدية من ابنك، فما علاقتي بالأمر؟ لقد توفيت والدة الفتى للتو، وتخلى عنه زوج والدته، وإن تخليت عنه أنت أيضاً فسأعتني به بنفسي. انتبه ليدي، فلقد عضني الكلب، إنها تؤلمني. هيا بنا. فاي وين لي. هاي، أهلا. كيف دخلت إلى هنا؟ هذه ليست المرة الأولى طبعا. اكتشفت سرك. لست هنا لأسرق بل لأعتني بك. هل عاد الفتى إلى هنا؟ أجل، وحزم أمتعته وغادر. هل قمت بطرده؟ غادر بنفسه بعد أن رأى نتيجة اختبار الأبوة. ما الأمر؟ اشرحي لي أمر اختبار الأبوة أولاً. عمت الفوضى شقتك بعد أن أتى الفتى، بل وأحضر كلباً ولديك حساسية من الكلاب، فكيف لا أتدخل؟ سواء كنت أتحسس من الكلاب أم لا، أو سأحتفظ بالفتى أم لا، هذا أمر لا يعنيك أبداً. لما قمت باختبار الأبوة؟ هيا انظر، لا يوجد أي علاقة بينكما. هذا ليس من شأنك أيضاً. لما لا تقدر جهودي؟ أحاول مساعدتك، لما تصرخ في وجهي؟ غريب. وهل يمكن ألا تأخذ المفتاح وتدخلي عندما لا أكون في المنزل؟ لو سمحتي. فاين لي، انتظري. هيا انظر، انظر من أين أتت بالعينات. ها؟ انسى أمر العينات واشرب الماء شيفاي رجاء. من فضلك أعطي هذه للمعتوه الذي في الأعلى. هل أتيت لتناقشيني في منزلي لأنني لم أكن واضحا على الهاتف؟ لست بمزاج جيد، تبالغين بالمس. من حبيبتك. أين شوهان؟ ليس هنا. ليس هنا؟ ألديك تفسير؟ لا علاقة بيننا، لقد غادر البيت. لما ليس لديك حس مسؤولية؟ حس المسؤولية لا يدفع فواتيري منزلي بهذا الشكل لأنني مسؤول. اعترف بخطئك ولو لمرة، ولا تضع اللوم على الآخرين. مرحبا أنيسالين، كيف حالك؟ لا تنزلي إلى مستواه، أنت لا تعرفين ماذا حصل ليلة أمس، فقد كان هناك كارثة. تفضلي بالدخول. أحضر لها الماء. تفضلي. شكرا. فكري بالأمر،
فهو طيار محترف يقوم بعمله منذ أكثر من 10 سنوات وثم أوقفوه عن العمل فجأة. هذا لا يهمني أبداً. الواقع هو الوصي القانوني على أشياء لا يمكن تجاهلها فقط. أعرف ذلك، ولكنه يذهب حيث ما يشاء ولا يمكنني تقييده، ومن أنا لكي أقوم بمنعه؟ يكفي. لقد عضه كلب شرس، وقد عدنا من المستشفى للتو، ونحن بصراحة لم نعرف أن الفتى سيعود وسوف يأخذ أغراضه ونحن في الخارج، لذلك. والدته توفيت منذ مدة، وزوج أمه تخلى عنه، وفي النهاية وجد مكانا له هنا. أتتخيلان الوحدة التي يشعر بها والآن تزعجانه باختبار الDNA؟ أنتما قصا فعلا. لا أنسالين، نحن لسنا متأكدين من اختبار الأبوة بعد. لم تتأكدا بعد وأخبرتما؟ أتعلمان أنكما أذيتما مشاعره بعمل هذا الاختبار؟ كان عليكما الانتظار ليستقر نفسيا لتعرفا الحقيقة. نعم صحيح، لقد أسأنا تقدير الأمور. أعطيت شياوهان عنوان زوج أمه، رفض أخذه عندما أصريت عليه، أراد البقاء هنا. أترى كيف خذلته؟ أنت محقة، لقد أخطأنا. كيف يمكن لشخص بالغ أن يصعب الحياة على مراهق؟ أذكر الكلب عائلته الآن، ما هذه القساوة؟ البالغون بشر ويخطئون، لقد عضني الكلب، أنا الضحية هنا، وتطلبين مني أن أكون أكثر تسامحا كما حصل عندما ركبت السيارة الخطأ؟ عندها طلبت من الآخرين مساعدتك، أنت معلمة، لم تكيلين بمكيالين؟ هل أنت معلمة؟ اصمت، ألا يمكنك إغلاق فمك؟ أنسالين، لقد أخذ لقاحا للتو وهو قد يعاني من الأعراض الجانبية، فقد كان يحاول عضي قبل قليل، تخيلي. سامحيه رجاء، أولويتنا الآن إيجاد مكان الفتى. تريد إيجاده بسرعة؟ إذن لما قمتما بطرده؟ أجل، الخطأ خطأنا صحيح. هل تعرفين الأماكن التي يذهب إليها باستمرار أو أصدقائه المقربين؟ للأسف لا، هاتفه مغلق ولم يتصل بأحد. سمعت أنه بالأمس كان يسأل عن مكان لإصلاح الحاسوب وتبين أنه حاسوبك. أنسالين، سأرافقك. شكرا. هناك شيء لم نحله بيننا بعد. رأيت سيارتك، لم أتواصل معك بشأنها، متأسفة. علينا إيجاد شياوهان، آمل أن تساعدني في إيجاده. لا تقلقي، كنت سأبحث عنه دون أن تطلبي مني ذلك. لو كان لديه منزل ما كنت سأعتمد على ذلك المعتوه. لا يهمني إن كان والده أو أن والدته صديقة لكما، إن حصل للولد شيء ستتحملان مسؤولية. هل يمكنك إعطائي رقم هاتف زوج والدته؟ لما؟ سترسل شياوهان له؟ لا، ولكن أعتقد أن شياوهان لا يملك مكانا آخر ليذهب إليه، وأعتقد أن عليك أن تعرفي أن وو تشينغ لم يعرف في أمر اختبار الأبوة ولم يقم به هو، وأنت أتيت وبدأت بتوبيخه بشدة، ولكنه كان يستحق هذا التوبيخ. نعم يستحق. حسنا، إن حصل شيء هاتفني. أوكي؟ أوكي. إلى أين؟ اركب سيارتك. انتظر، إلى أين؟ للبحث عن الفتى. هل تعرف أين هو؟ سأبحث المدينة بأكملها. لا تهلع، أعرف مكانه. كيف عرفته؟ سأخبرك. دعي الموظفين يقومون بذلك، أنت مالكة المكان. ما المانع للقيام بذلك؟ فهذا متجرنا ويجب أن أعمل به، والزبائن مهمون للغاية. طالما سيشترون أنا مستعدة للقيام بأي شيء. كيف يمكنني مساعدتك؟ هل السيد لوداتشي موجود هنا؟ ها أنا هو، هل جئت
لتشتري بناء على طلب السيد وانغ؟ لا، أنا زوج شياوي السابق، أريد التحدث معك بشأن شياوهان. كيف وجدت مكاني؟ أتيت من أجل أمر واحد، هل تستطيع أخذ شياوهان للعيش معك؟ اعتني به حتى يبلغ 18. ماذا تقصد؟ هل قال لك شياوهان شيئا؟ بما أنك أتيت إلى هنا، كم تريد من المال؟ لا، الأمر لا يتعلق بالمال، لقد أسأت فهمي تماما، أنا لم أستطع بناء علاقة مع هذا الفتى، يبدو أنه يحب البقاء معك أكثر، إن كنت تريد المال فلا بأس سأعطيك. المعذرة، هل أنت مجنون؟ ها؟ شياوهان ابنك أنت، ولقد ربيته 16 عاما، كيف تعيده إلي؟ لو كان يريد البقاء معي لما أتيت، ولكن ذلك الأرعن، أقصد شياوهان عنيد. في الحقيقة سيد لو، قد يبدو شياوهان قويا وقاسيا من الخارج، ولكنه ضعيف وحساس من الداخل، وعندما ينام ينادي اسمك دائما ويبكي، إنه مسكين، فكر بالأمر. من دون تفكير لا أريده أن يبقى عندي. لا فائدة من النقاش بهذا الموضوع. سأعطيك كل ما أملك من مال، اعتني به لسنتين إضافيتين فقط، بل أقل من سنتين، ما رأيك؟ لطالما تساءلت عن أي نوع من الأشخاص أنت لتجعل شياوي تتركك وهي حامل، والآن فهمت بعد أن رأيتك، أشفق على شياوي حقا، أنت المسؤول عن ابنك الآن، لا تأتي إلى هنا مجددا، لا أريد علاقة بك أو بابنك بعد هذا اليوم. حسنا، لن أتي لرؤيتك مرة أخرى، شكرا لك على تربيتك شياوهان كل هذه السنوات، لن أزعجك مجددا، ولكن أريد أن تقدم لي خدمة، إن أتى شياوهان إليك أو سمعت شيئا عنه أخبرني، سأرسل لك رقم هاتفي لاحقا، وداعا. ماذا تقصد؟ هل هرب شياوهان من المنزل؟ اشرح لي قبل أن تغادر. ماذا جرى؟ هرب ذلك الفتى. أوف عزيزي، دعك منه، أنت لست والده الحقيقي، لا تهتم لأمره. عندما تزرعين الزهور وتعتنين بها تخافين عليها، فما بالك بإنسان؟ كفى، إن كنت تهتم به لما أنا هنا؟ لقد اختلست أموال شركة الشياوي وفتحت متجرا لك، ألا يثبت هذا حبي؟ ماذا قال؟ ما كان علي الذهاب إلى هذا الغبي. هل صدق؟ هذا متوقع، اعتنى به 16 عاما والآن تخلص منه أخيرا، لما سيستعيده؟ كيف اختارت شاوي والدا كهذا لشاوهان؟ إنه قبيح الشكل وعنيد ومخيف أيضا، لقد ظن بأنني أتيت لأطلب المال منه. شاوي لم يكن لديها خيار آخر على الأرجح، فكر بالأمر، فأي رجل كان سيقبل بامرأة مطلقة وحامل؟ ولكن أنت السبب. لقد كنت شخصا عديم المسؤولية حينها، ولم أكن سأكون أبا جيدا، لكن انظر كيف أصبح شياوهان الآن بسببه، لو أن شياوهان لم يتكلم عنه يوميا لما توسلت إليه. توسلت إليه؟ أتمزح؟ ومنذ متى تذل نفسك؟ حسنا، ماذا الآن؟ هل تريد أن تدع الفتى يعيش معه؟ لم يعد هذا خيارا الآن، فمنذ أن رآني لم يسأل أبدا عن شياوهان، ولكن شياوهان كان ينادي اسمه ويبكي في منتصف الليل. هل تشعر بالغيرة منه؟ أغار منه؟ من هذا القصير الجشع عديم الإحساس، ولديه امرأة هناك قبيحة مثله؟ ها؟ إنهما ثنائي مثالي.
لا تغار منه، منذ أن خرجت من المتجر لم تقل شيئا واحدا جيدا عنه، هذا يكفي. إن أراد شياوهان أن يهتم بأمرك عليك أن تهتم لأمره. لنتكلم في السيارة، هيا بنا. أين سنبحث؟ لن نبحث. شيفاي انظر هناك. لا ليس هو، ليس هو. انتبه انتبه. ماذا قال صديقك؟ قال إنه عندما يهرب الأولاد ولا يكون بحوزتهم الكثير من المال فهم يذهبون إلى ملاعب كرة السلة وحلبات التزلج. اشحن السيارة فسوف نبحث عنه طوال الليل. فكر في الأماكن التي قد يذهب إليها. لم يذهب إلى لوداتشي ولا يملك الكثير من المال، فلنبحث قريبا من هنا. من السهل الحصول على المال، يمكنه العزف على جيتاره، يمكنه الذهاب إلى أي حانة وسوف يعزف بعض الأغاني. ومن سيستمع لعزف ولدي مثله؟ كما أن لديه كبرياء ولن يفعل. شيفاي اسمع، أحدهم يعزف الجيتار ويغني. الآن أصبحت بيتهوفن؟ المكان محاط بالحانات وهذا طبيعي. هل رأيت الجيتار الذي مع الفتى؟ إنه جيبسون، كنا نحلم بالحصول على واحد عندما كنا صغارا. إنه فتى مدلل، عليه اختبار صعوبات الحياة، فهو يستحق لأنه عنيد، وعليه أن يتعلم كيف يتأقلم مع الظروف وأن يكون رجلا، وهذه تجربة جيدة له. لما لا تخبر الشرطة بذلك؟ لا لا داعي. إذا فكر في مكان قد يتواجد فيه. وكيف لي أن أعرف؟ عندما كنا معا لم نتحدث، بل كنا نتشاجر ولم نقل شيئا لطيفا لبعضنا أبدا. كنا نتجادل كل يوم، إنه يشبه والدته، عنيد ومغرور، فكيف لي أن أفهمه؟ يشبه والدته، إنه مثلك تماما. اهدأ حتى نكمل البحث، هيا. معلمة لين؟ ماذا؟ الجميع قلقون على شياوهان ويرغبون بالبحث عنه معلمتي. اطمئني، فعائلته تبحث عنه الآن، ولكن إن اتصل بأحد منكم أخبروني على الفور، أوكي؟ بأمرك. مرحبا. أخبرني، أوجدت شياوهان؟ لم نجده بعد. هذا الفتى يتعمد الهرب منا على الدوام. لا تغضبي يا آني سالين، إنه غاضب لأنه قلق على ابنه، ونحن نبحث منذ فترة طويلة ولكن بلا فائدة. سأبدأ بالبحث عنه. علينا أن نفترق ونبحث في كل مكان، في متاجر الموسيقى والحيوانات الأليفة والملاعب. إنها متطفلة، من سوف يطيق الزواج بها؟ في الحقيقة إنها جميلة، فلما لم تتزوج؟ لقد قالت إن لديها حبيبا. حبيبها في استراليا، لقد رأيته، لا يبدو شخصا غبيا في لماذا يحبها، وبسبب بعدهما عن بعضهما البعض لديها الكثير من الوقت للتدخل بشؤوني. ألا تخاف أن يخونها حبيبها هناك؟ لما تكرهها إلى هذه الدرجة؟ هل تلومها على تدني علامات ابنك؟ لقد هرب ابنك من المنزل وهي تساعدنا، فلما تجدها متطفلة؟ لا عجب أن ابنك هرب. سأوبخه عندما أعثر عليه. بما يفكر الأولاد هذه الأيام؟ فقط بمشاعرهم؟ إذن سنبحث عنه؟ طبعا. لقد ذكرت الآن سلين متاجر الحيوانات الأليفة والملاعب، وماذا أيضا؟ متاجر الموسيقى. لم نذهب هناك بعد، الظلام سيحل، فلنسرع. أين سنذهب؟ إلى متاجر الحيوانات. لم لا؟ إلى هناك، هيا بنا. هاي آني سالين. أهلا سيدتي. أردت أن أسألك سؤالا من بعد إذنك. لقد أصبحت تصرفات تشوتشو غريبة مؤخرا. هل تعرفين ما به؟ هل تعرفين من هذه الفتاة؟ لقد رسمها، هل هو معجب بها؟ هل تعرفين شيئا عنها؟ أخبريني لأكلمها. لا، فتشوتشو يكون عادة في المدرسة أو في البيت. في الحقيقة لا أعرف من هذه، ولا يمكن أن نحكم على علاقة من رسمة فقط. تصرفاته أصبحت غريبة مؤخرا،
يقفل على نفسه باب غرفته عندما يعود إلى المنزل ولا يسمح لي بأن أسأله أي سؤال. لم يكن هكذا، كان يخبرني بكل شيء. لما تغير إن لم يكن على علاقة؟ هذه تصرفات المراهقين، وتشوتشو ابنك وليس ما تملكينه. إنه في 16 وله رأي وخصوصية، لذا عليك أن تحترمي ذلك. حتى إن كان على علاقة مع فتاة فلا بأس، وحاولي أن تغيري أسلوبك معه سيدتي حتى لا يتمرد عليك. أنسة لين صدقيني أنا أعرف ذلك، لكنني قلقة، فالامتحانات اقتربت، وإن استمر على هذا المنوال فستتدنى علاماته، وماذا سأفعل عندها؟ سأنتبه على ذلك. والآن أعيد الرسمة إلى مكانها وادعي بأنك لم تريها. يجب أن أذهب، سنبقى على تواصل، اتفقنا؟ لحظة أنسة لين، نسيتي أنك ستعطينا تشو هذا اليوم درسا في الإنجليزية؟ سيدتي متأسفة، لكن شيوهان مفقود، وهذا أهم من إعطائي درس. إنما ما رأيك أن أبحث اليوم وأعيدك الأسبوع المقبل؟ سأعطي تشوتشو درسا، اتفقنا؟ أنسة لين، إن شيوهان طالبك وتشوتشو طالبك أيضا، كما أن شيوهان لم يعد طفلا، ربما هرب ليرتاح قليلا أو ليمرح مع أحد أصحابه. ولن يأخذ الدرس منك إلا ساعة، وإن بحثت عنه بعد ذلك لن يختلف الأمر صدقيني. متأسفة، هاتفه مغلق للآن. أخبرني تشوتشو بأنه كان يبحث عن مكان لإصلاح الحاسوب بالأمس واختفى، لا يمكن الوصول إليه. أنا قلقة عليه بالفعل. أنت تثقين بهؤلاء الأولاد بكل شيء وتصدقين كل ما يقولونه لك مثلين؟ مؤكد، فقد طلبت منهم أن يكونوا صديقين ولا يكذبوا علي. متوقع، فأنت تمضين وقتك كله مع الأولاد وأنت طيبة القلب، ولكن الطلاب قد كبروا الآن وقد لا يخبرونك بكل شيء. فشياوهان وتشوتشو صديقان مقربان من بعضهما البعض، ومن يعرف ماذا يخططان دون علمنا. على أي حال آنسة لين، لقد وعدتني بأن تدرسي تشوتشو وأنت معلمة، وعليك أن تلتزمي بوعدك لي، وأنا أثق أنك لن تخذليني أبدا، صحيح؟ نعم مفهوم، سأتي لمنزلك لأعطيه درسا فورا. أوه، وأثناء تدريسه حدثيه عن ميزات الدراسة في الخارج، وسأكون ممتنة لك كثيرا. حسنا. من هنا أنسة لين، تفضلي تفضلي. معلمة لين، فلنبدأ. تشوتشو، أخبرني كيف أعاملك؟ بلطف، أنت تهتمين بأمرنا كثيرا. وهل تعتبرني صديقة مقربة؟ لما لا تتكلمين بوضوح ودون مقدمات؟ ولكن دعيني أقول لك أولاً إنني لا أعرف أين هو شياوهان، ولو كنت أعرف لأخبرتك فوراً. حسناً، أنا أثق بك، كونك صديقه المقرب لن تجعله ينام في الشارع، فلنبدأ الدرس. سنبدأ بأحرف الجر، عليك أن تنتبه جيداً. لا
لما لا تغلقه؟ أو اقرأ الرسائل سأنتظرك. لا بأس، هيا فلنبدأ. فور إن أون لنبدأ بهؤلاء. لنأخذ هذا المثال: Don't take it for granted that. نحن نضع ذات بعد الحرف الجر كما هو مبين في تشوتشو. أنت مشتت، سنؤجل الدرس ليوم آخر. وأنا مشتتة. علينا إيجاد شيوهان اليوم، أنا قلقة عليه وأنت أيضا قلق. معلمة لين، يمكن أن أثق بك؟ بالطبع يمكنك. هذه الرسائل أرسلها شيوهان لي. أحتاج بعض المال لاستئجار مكان للإقامة، هل يمكنك إقراضي المال؟ لقد رأيت المعلمة لين، سأنتظرك عند الجسر القريب من مكان سكنك، لا تخبرها. شكرا تشوتشو، أخبره ستلقاه بعد ربع ساعة ولا تخبره عني. لن ينفع ذلك، هل ستشين بي معلمة لين؟ لديك المال؟ أمي تضيق علي الخناق مادياً في الآونة الأخيرة، وعلي أن أطلب منها. هل ستعطيك المال إن طلبت؟ ستخبرها بأمره؟ يمكنني أن أعطيك المال وأخفي أنك ذاهب لرؤيته أيضاً، ما بك؟ حسناً، أخبئ الكتاب. أمي تسترقين السمع؟ لا، لقد أحضرت الشاي الأخضر للمعلمة لين. شكراً. أنسة لين، ألم تبدأي للتو؟ هل أنهيتما الدرس بهذه السرعة؟ سأخذه لنطبق عملياً معاً، اتفقنا؟ لتطبيق اللغة عملياً؟ أجل. حسناً، اذهبا. تطبيق عملي للغة. حذاءك معلمتك. لحظة، غادرت بسرعة ونسيت أن أدفع لك المال. أرجوك تفضلي واعذريني. لا، اتفقنا بألا أخذ المال. من الطبيعي أن تأخذي المال، لا تقلقي، لن أخبر أحدا في المدرسة، أنت تستحقين ذلك أني سليم. لا رجاء، وعدت أن أقوم بتدريسه وقد وفيت، ووعدت بألا تدفعي، إن لم تفي بوعدك لن أعود ثانية. يوه، لا تنزعجي، أنت على عجلة اليوم، ولكن في المرة القادمة سأقدم لك الفاكهة والشاي، وشكرا لك على مساعدتك لتشوتشو، نحن نزعجك كثيرا. العفو، تأخرنا كثيرا، يجب أن نغادر. حسنا، أنا أتكلم كثيرا. تفضلي حقيبتك يا أنسة لين. شكرا. استمتعا بوقتكما. اتبعيني من هنا. شيوهان، لا تهرب. شيوهان لا تهرب. شيوهان. معلمة لين، هيا الحق به. هل انت بخير؟ هيا.
انسي الأمر، فلن أستطيع اللحاق به، بالإضافة إلى أنني خنت ثقته وسوف يتجاهلني. سيخبرنا بكل شيء عندما يأتي إلى المدرسة. اعتمدي علي، اركبي ظهري. هيا. ماذا؟ قدمك مصابة وسأحملك. يمكنني المشي. لا لا لا، انتبهي انتبهي، أنت لا تبدين ثقيلة، يمكنني حملك إلى التاكسي وإيصالك إلى المنزل. هيا هيا اصعدي بسرعة. هيا لنذهب. هيا هيا اصعدي. نعم. حسنا، يمكنك الذهاب الآن. شكرا. شياوهان، اتصل بي لو سمحت. هاي، تواصل معك شياوهان؟ إنه لم يرد على رسائلي، تركت له رسالة صوتية وطلبت منه الاتصال بي. كان علينا أن نجعله يقيم في مكان ما ثم نذهب إليه. الحقيبة. هذا غريب، أنت لم تنم منذ أيام ولا تشعر بالنعاس؟ إن كنت كذلك سأقود أنا. لا أبدا، لا بأس، أرغب بأن أعيش، لقد نمت أكثر منك. مرحبا، هل وجدته؟ قبل ساعة كان أمام دراغون بلازا، إن أسرعت يمكنك اللحاق به. هيا بسرعة. وتركته يهرب؟ لويت كحلي ووقعت، لما تلومني هكذا؟ هل أدين لك؟ ولا أدين له أيضا. أنهى المكالمة. أهو ذاك الرجل البغيض؟ شيفاي، فلنذهب لتناول العشاء في المطعم القديم. لماذا؟ ماذا حصل؟ لقد وجدت الآنسلين شياوهان ولكنه هرب، وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه بخير ولا داعي للقلق عليه، فلنذهب ونأكل، هذا أفضل. دعيني دعيني أساعدك. شكرا لك. شكرا. هيا. على مهلك. أوكي أوكي أوكي. نعم نعم نعم. حسنا. على مهلك. شكرا لك. عد إلى منزلك. إذا هاتفك شياوهان فلتخبرني، حتى لو كان الوقت متأخرا. اتفقنا؟ أوكي. أعتقد أنه غاضب مني ولن يتصل بي. متأسفة، لم أحسب الأمور جيدا وقد أحرجتك. عد لمنزلك، أمك ستكون قلقة. حسنا. امشي بهدوء لو سمحت. حسنا حسنا. انتبهي كي لا تقعي مجددا، لأنني لن أحملك مرة أخرى، فأنت ثقيلة بعض الشيء. وزنك أكثر من 50 كيلوغراما تقريبا. 44. 44. على مهلك يا معلمة لين، أراك غدا. سيدي لنذهب، هيا بنا. هل تعود لين إلى المنزل متأخرة يوميا؟ لا أبدا، لابد أن شيئا قد حدث في المدرسة. صحيح، هناك طالب لديه مشاكل عائلية. قولي لها أن تبتعد عن المشاكل، فلا داعي للتدخل في كل شيء. هل هنالك أحد في منزلك؟ بالتأكيد لا، أنا لوحدي هنا. لدي عمل مهم، لنتحدث في وقت لاحق. انتظر، هنالك ملابس امرأة خلفك، لمن هذه؟ إن وانغ شان قد نسيتها عندما كانت تنتقل. ألم تلاحظ وجود ملابسها الملونة على كرسيك؟ يشين، لما هي هنا؟ ماذا يجري؟ اشرح لي الأمر. أشرح ماذا؟ لقد أتت هي وبعض من زميلاتها إلى هنا في الأمس وأسرفت في الشرب ونامت هنا، ما المشكلة؟ لا عجب أنك نسيت الاتصال بوالدي من أجل عيد ميلاده رغم تذكيري لك، وهذا بسببها. لا علاقة لها بهذا الموضوع، لقد نسيت وتذكرت الاتصال به في اليوم التالي.
أشعر بأن هناك شيئاً غريباً، سأطلب من لين أن تحقق معك. لما تسئين الظن بي دوماً؟ لا يوجد شيء بيني وبين وانغ شان، أنت أختي، فلماذا تعاملينني بهذه الطريقة؟ أنا أحكم عقلي دائماً قبل مشاعري. رائع، ها قد عادت لين، تحدث معها. هاي ما بك؟ لا 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 داعي لمشروب، عضه كلب ولا يشرب. ها؟ ماذا؟ إذا نشرب أنت. أعطني إياه. الطعام ساخن، جمبري. لا، والمأكولات البحرية ممنوعة أيضا. نعم ممنوع علي. باذنجان، ما رأيك نصنع لك بعض الحساء؟ ممنوع علي؟ لا يمكن إلا الحساء. انسى الأمر، فهنالك الكثير من الأشياء التي لا يمكنني تناولها، سأتناول القليل من هذا. حسنا.至少还有